السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اوعوا تنسوا تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد، طبعا شيء بيسعدني جدا. وتعالوا بقى كده على طول نشوف افكارنا النهاردة بتتكلم عن ايه. بجد افكار حلوة جدا هتساعدك كتير في بيتك وكمان في مطبخك. يلا بينا بقى نشوف اول فكرة معانا ايه هي. تعالي بقى اقولك احسن فكرة وكمان اضمن فكرة ومستحيل هتعملي غيرها لو عرفتيها على طول. انا بعتمدها، الفكرة دي بجد تحفة جدا وهتريحك كتير. لو انت بقى المضرب اليدوي اتكسر بالشكل ده، الصفاية، اي حاجة عندك اتكسرت بالشكل ده، تعالي اقولك على احسن فكرة تعملي بيها او تصلحي بيها الصفايه بتاعتك بكل سهوله. هتجيبي كده الامير او السوبر جلو، وطبعا احنا مش هنستخدمه هو بس، هقولك طبعا هنعمل ايه. هتحطي الامير في الجزء المكسور بالشكل ده، وبعدين تركبي القطع التانية عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتضغطي عليها كويس جدا لحد ما تثبتيها. وبعد كده هتجيبي كده حته من الفلين، طبعا كلنا عارفين الفلين ده بيبقى موجود في الاجهزه الكهربائيه اللي احنا لسه بنكون جايبينها جديد، او مثلا فرن جديد، اي حاجه جديده، ثلاجه، غساله، بيبقى موجود الفل ده في كل مكان. هتجيبي كده حته صغيره جدا جدا منه زي ما انت شايفه كده، وبعدين توزعيها على المكان اللي كان مكسور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوزعها بقى بالشكل ده كده، طبعا قطعتها لقطع صغيره، وهبتدي ان انا برضو انزل عليها من الامير او من السوبر جلو بالشكل ده. بعد ما وزعتها كده، طبعا المكان اللي انا بحط فيه ده لسه فيه طبعا بواقي من الامير او من السوبر جلو، عشان كده بيلزق معاكي. اول ما بتحطي منه بتبصي تلاقي الفلين ساح معاكي وكلبش كده جدا جدا في اي حاجة عندك مكسورة. ممكن تعتمدي الطريقة دي في اي حاجة عندك مكسورة بالفعل، لو ان شاء الله حتى حاجة مثلا حديد، اي حاجة عندك مكسورة، عندك مثلا منشر حديد مكسور بتعملي الفكرة دي، عندك اي حاجة في المطبخ مكسورة بتعملي الفكرة دي. بجد فكرة عبقرية جدا، وبتخلي اي حاجة عندك مكسورة بتبقى صلبة جدا ومعاكي زي الحديد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بوزع كده وانا بعمل بالامير، بوزع الفلين على كل المكان اللي هو الداير داير حوالين المضرب اليدوي بتاعي بالشكل ده. بجد دي احسن فكرة واسهل فكرة علشان خاطر تخلي الحاجة بتاعتك المكسورة تبقى سليمة وجامدة جدا. جربي الفكرة دي بجد تحفة جدا وان شاء الله هتعجبك. تعالوا بقى كده مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. طبعا البروفلات لما بنيجي نحطها في الشماعة بتلاقيها كده عملت طباعة من الشماعة، ولما تيجي تلبسيها بتبقى باينة جدا وشكلها مش حلو خالص. تعالي اقولك بقى على الطريقة دي، حلوة جدا علشان تخاطر تحطي كده تعلقي البروفلات بتاعتك عليها، وفي نفس الوقت مش هتلاقي فيه اي مشكلة خالص في تعليقها، وكمان مش هتعمل اي طباعة من عند طبعا الحوض بتاع الرقبة من فوق. هتجيبي كده الدراعات وتبدأي ان انت تدخليها بالعكس بالشكل ده كده، هتعمليها زي علامة اكس كده بالظبط كده. وبكده انت كده عملتي فكرة حلوة جدا للبروفل بتاعك، هيبقى موجود عندك في الدولاب، مش هيبقى فيه اي تعريجات من النهاردة. جربيها، فكرة بجد تحفة وهتعجبك. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. لو انت حابة تحطي شوية زيت كده، مثلا شوية عصير في ازازة كده الفتحة بتاعتها ضيقة، بتبدأي ان انت تحطي كده اي معلقة، وتبدأي ان انت تلزقي الازازة التانية في المعلقة بالشكل ده. لازم تلزقي الازازة التانية في المعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل الحاجات اللي فيها بتنزل في الازازة التانية بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. بجد فكرة بسيطة جدا وسهلة وهتريحك كتير، جربيها. وطبعا جربت لكم في الازازة الواسعة وكمان في الازازة الضيقة، فجربي الفكرة بجد حلوة جدا وهتسهل عليكي كتير. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك كده جاكيت او بلوفر او اي حاجة عندك، او بلوزة، اي حاجة عندك الكمام بتاعتها صغرت عليكي بالشكل ده، هتجيبي بقى كده اي شراب عندك، او كمان ممكن تجيبي، هقولك طبعا ايه الفكرة التانية، بس اول فكرة ممكن تجيبي اي شراب عندك طبعا يكون لونه مناسب للبلوفر او الجاكيت اللي انت اللي دراعه قصر معاكي، وتقصيه بالشكل ده المكان اللي انا تنيته ده. بتقصي كده الشراب وبتبدأي ان انت تخيطيه في البلوزة او في الجاكيت من تحت، وبكده انت تكوني طولتي الكم بكل سهولة. تاني فكرة ممكن ان انت تجيبي برضو طبعا الشراب اللي معايا ده، كان شراب بتاع اي شراب عندك لما تكوني انت جايبة الشرابات اللي هي الفيليه دي،
لبنوتك او كده، ما بتكبر طبعا بتصغر عليها، بتروحي جايه قصاها بالشكل ده. وممكن كمان تعمليها نفس الفكره، هتحطيها برضو وتبداي ان انت تخيطيها في الكم، الكم معاكي بيطول بكل سهوله، وطبعا بتجيبي اللون المناسب والملائم للحاجه اللي انت عايزه تطولي الكم بتاعها. جربيها بجد فكره تحفه جدا. تعالوا بقى مع بعض في الفكره اللي بعد كده. لو انت مش عارفه تدخلي الابره في الخيط بالشكل ده، تعالي اقول لك على ابسط طريقه واسهل طريقه تقدري ان انت تدخلي الابره في الخيط بكل سهوله. عملنا طرق كتير جدا، بس برضو بنرجع للطريقه الاصليه اللي مستحيل تخيب معاكي ابدا. هتجيبي كده اي صابونه وتبداي ان انت تمشي الصابون على الفتله بالشكل ده، وبكده تكون الفتله معاكي نشفت جدا، وتقدري ان انت تدخليها وتخرجيها كمان من الابره بكل سهوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندك انت بقى مامتك، حماتك، اي حد عندك كبير في السن وحابب الفكره دي، روحي قولي له عليها، بجد فكره حلوه جدا. تعالوا بقى مع بعض اقول لكم الفكره دي برضو حلوه جدا. لو انت عندك كده شعر كتير في المشاطه بتاعتك وحابه ان انت تطلعيه، بتجيبي كده مشاطه تانيه وتبداي ان انت تشيلي كده الشعر بكل سهوله، بيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. بتطلعي بقى الشعر اللي في المشاطة، يعني بتطلعي الشعر اللي في المشاطين بالحركات الدائرية اللي انت بتعمليها دي، زي ما انت شايفة كده بيبقى طالع بقى لفوق كده، تقدري ان انت تشيليه وتتخلصي منه بكل سهولة. جربيها بجد فكرة حلوة جدا. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. تعالي بقى ريح بالك من موضوع شاغل بالنا كلنا. لو انت عندك اطفال صغيرة كده، وانت مثلا موظفة وبتوديهم حضانة فترة كبيرة مثلا، يعني لو بتوديهم فترة حضانة مثلا من الصبح مثلا للظهر او بعد الظهر، وشكة كده ان الدادة بتاعتهم ما بتهتمش بيهم ومش بتغير لهم البامبرز على طول قبل ما تلبسي بقى بنتك او ابنك البامبرز بتاعه، بتبدأ ان انت تعلمي كده بالاي قلم عندك يكون باين على الحفاضة بالشكل ده. وبالطريقة دي هتقدري تتأكدي وتعرفي هي فعلا غيرت له البامبرز الدادة ولا لا، وبتهتمي بيه من الناحية دي ولا لا. فجربي الفكرة دي بجد حلوة وهتريح بالك كتير، وبإذن الله هتعجبك. تعالوا بقى مع بعض كده على طول في الفكرة اللي بعد كده. لو انت بقى طبعا الايام دي ايام مدارس واوقات كتيره جدا بننسى اليونيفورم بتاع اولادنا علشان نغسله اول ما بيجوا من الحضانه او المدرسه. لو انت بقى محتاجه اليونيفورم ده ومفيش بديل ليه، هتقول لك بقى على فكره حلوه ازاي تقدري تغسليه وتنشفيه بكل سهوله. لما تغسليه في الغساله وتجففيه كويس جدا، مش تطلعيه خالص على الحبل، حطيه بالشكل ده كده على الكرسي وقدامه ساعتين ثلاثه بالكتير جدا وهينشف. انما لو نشرتيه بالليل وطبعا الجو ضلمه، هتبص تلاقي الصبح برضو هتلاقيه مبلول ومستحيل ينشف معاك. تعالي بقى هقولك على فكرة حلوة جدا. لو انت عندك كده اي فلنات لأولادك الحمالات بتاعتهم كبيرة شوية، اوعي بقى تعمليها العقدة اللي احنا كنا بنعملها دي. تعالي هقولك بقى على فكرة حلوة جدا. هتبدأ ان انت تجيبي الخيط والابرة وتبدأ ان انت تخيطيها بنفس الطريقة اللي انا اللي مبينة جدا في الفيديو بالشكل ده من نفس الناحية، ما تقلبيش خالص الحمالة بتاعت الهدوم. بتبدأي ان انت تعمليها كده. الطريقة دي بتعتمديها في هدوم خروج مثلا لأولادك الصغيرين بحمالات مثلا او كده، او الهدوم الداخلية بتاعتهم برضو بتقدري ان انت تعمليها بنفس الطريقة، او لو انت عندك هدوم ليكي في البيت بتعمليها برضو بنفس الطريقة. الطريقة دي حلوة جدا، بتسهل عليكي كتير، لان طبعا العقدة اللي احنا كنا بنعملها زمان دي بتبان من تحت الهدوم ومش حلوة خالص. بتقدري بقى ان انت تعملي كده الخيط والابرة لحد المكان اللي انت حابة تضيقيه او تصغريه بالشكل ده كده. بتدخلي وبتطلعي كده بالشكل ده كده بالظبط. هقرب طبعا ليك الكاميرا عشان تشوفي. بتدخلي بالإبرة كده وبتطلعي تاني وعلى نفس الاتجاه بقى بتدنك نفس الخياطة. وبعد ما بتخلصي خالص بتروحي جاية شد الخيط بالشكل ده كده وضم كله. طبعا الخيط بعد ما انتي بتشديه بيضم كله على بعضه، وبتقصر طبعا الحمالة. هوريكي طبعا دلوقتي انا اقصد ايه. دي هتبقى كده اخر عقدة معايا بالشكل ده. هبتدي بقى كده ان انا اشد الخيط كله لفوق. هتبص تلاقي الحمالة كلها صغرت معاكي بكل سهولة. وبعد كده بتلفي بقى الخيط وبتلضميه عادي خالص، بيبقى معاكي الشكل النهائي الشكل ده. جربي الفكرة بجد تحفة جدا وان شاء الله هتعجبك. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. هاتي كرورة المية اللي بتكون بالشكل ده، وابدأي ان انت كده قصيها، او لو عندك كاوية اعمليها بنفس الطريقة اللي انا هعملها دي بالشكل ده كده. وعادي خالص ممكن انها تتعمل كمان بسكينة او بمقص،
مفيش اي مشكلة، هنقصها كده بالشكل ده بالظبط كده، وكمان من تحت. وهبتدي بقى ان انا اقص القطعة الاخيرة دي علشان ما بوص معايا الازازة، هقصها كده بالمقص. بقت كده جاهزة معايا. انت كده عملتي حاجة حلوة جدا، ممكن ان انت تستخدميها في حاجات كتير جدا. الاول كده هنحط لزقة، اي لزقة عندك بتبدأي ان انت تحطيها على الاطراف بالشكل ده كده علشان خاطر ما توجع، يعني ما تعوركيش لا قدر الله. هتحطيها كده على الاطراف كلها، وتقدري ان انت بقى تستخدميها دي منظم بقى للخضار، او منظم للبطاطس، او منظم للفلفل، اي حاجة عندك بيبقى شكلها حلو قوي وكمان عملية. جربيها.